أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مصر في 60 دقيقة. وحشتوني كالعادة كتير كتير من الأسبوع اللي فات. صباح الحب عليكم، صباح السعادة، صباح الهنا والسرور على كل متابعيني متابعين برنامج مصر في 60 دقيقة ومتابعين قناة الصحة والجمال. عاوز أقول لكم إن الحب ملوش وقت ولا تاريخ ولا ليه ميعاد نحتفل بيه، الحب ولا ليه ميعاد نحتفل بيه ولا ليه مكان ولا ليه زمان. الحب موجود فعلا جوانا، موجود ما بيننا وما بين أصدقائنا وأزواجنا وما بين الأشخاص، حتى الأشخاص الغريبة عننا اللي فعلا إحنا معشرينهم عشرة طيبة، وموجود موجود معانا يوميا في الحاجات اللي إحنا بنقوم بيها يوميا في يومنا. طيب، زي ما تعودنا إن أول فقرة ثابتة معانا هي فقرة الأمثال الشعبية. النهاردة مثلنا الشعبي بيقول إذا فاتك الضاني عليك بالحمصاني. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الحمص فعلا موجود فيه نسبة بروتين عالية جدا جدا جدا، ونظرا للغلاء اللي احنا فيه دلوقتي واللي فعلا ما بقاش فيه متناول الجميع، وكيلو اللحمة دلوقتي وصل من 260 ل 300 جنيه على حسب الأماكن اللي بتتباع فيها. فأنا دلوقتي بقول لكل واحد مش معاه مبلغ اللحمة دي ممكن يسيب اللحمة خالص ويشتري الحمص وهو مطمن. وعلى فكرة الحمص فيه نسبة زنك عالية جدا وفيه نسبة مغنيسيوم وفوليك وفوسفور كمان، واللي هناقشنا النهاردة في الموضوع ده وهيعرفنا ازاي نستغنى عن اللحمة بالحمص. فعلا معانا النهاردة ضيف في حلقتنا النهاردة شيف بدرجة فنان، احترف رسم ونحت المشاهير والفنانين على البطيخ، أبرزهم فخر العرب محمد صلاح وبوتريكا، وكمان بقى محترف في الكتابة على البطيخ، وهو دارس وهاوي كمان ما شاء الله الاثنين في وقت واحد، وكمان اشتغل في أكبر الفنادق داخل وخارج مصر. معانا النهاردة الشيف محمد نجم، أهلا بك يا شيف. صباح الخير دكتور نرمين، أخبارك إيه؟ صباح سعيد على كل مشاهدين الصحة والجمال. أهلا بك. كل سنة وانت طيب. دي كل سنة وانت طيب، كل سنة وحضرتك طيبة وكل المشاهدين بصحة وبخير. طيب، إيه رأيك النهاردة بقى مثلا الشعبي؟ وازاي قول لنا ازاي بقى ممكن نعمل ايه بالحمص علشان ينفع فعلا نستغنى عن اللحم بالحمص فعلا؟ هو ينفع نستغنى عن اللحوم بالبروتين النباتي، لكن مش هنستغنى عنه طبعا نهائي. تمام، اللي هو يسند حاجه تسند بالظبط. اللي هو يعني حضرتك بتقولي الحمص من البقوليات اللي فيها البروتين عالي قوي جدا، فيها فوسفور، فيها نشويات، فيها حاجات كتير قويه جدا. يعني تقريبا الحمص بعد العدس مباشره والفول في البقوليات. انا قريت عنها لقيت فيها زنك ومغنيسيوم وفوسفور بالظبط، غير البروتين. وكمان حاجه في الحمص تقريبا احنا بنستخدم الحمص لازم بنحط عليه احماض اللي هو الليمون، فكده عندنا فيتامين سي، عندنا نشويات، عندنا حديد، عندنا كالسيوم، عندنا فوسفور، لان البقوليات بالظبط. فالحاجات دي كلها موجوده في البقوليات، وللاسف كتير مننا مش مدرك القيمه الغذائيه اللي موجوده، البروتين النباتي اللي موجود في البقوليات. في البقوليات والحمص بقى تحديدا. النهارده حلقه الحمص بقى. النهارده ان شاء الله احنا بنقول للناس تسيب اللحمه وتمسك في الحمص. النهارده ان شاء الله عندنا صنفين حمص. قول لنا بقى هتعمل ايه النهارده؟ عندنا باستا ستيشن، عندنا ثلاث انواع باستا. عندنا اول نوع بصوص البيستو، صوص البيستو اللي هو صوص الريحان. ايه صوص البيستو؟ تمام، صوص الريحان. انزل بالترجمه على طول بس عشان طبعا عارفين ان الباستا ايطالي. ايوه، فصوص الريحان بيبقى عباره عن ريحان، ورق ريحان بنجففه كويس، بنغسله ونجففه كويس، وبنضربه في الخلاط مع زيت زيتون، مع ثوم، مع عين جمل، مع جبنه برمجان، مع ملح وفلفل ابيض. تمام، بنضرب الخليط ده، بيبقى عندنا صوص البيستو اللي هو صوص الريحان. بعد كده بنبدا نشتغل في الطاسه بتاعتنا، بنحط الجارليك بتاع الثوم بتاعنا ونبدا ده ايتم بصوص البيستو. عندنا صنف ده كده صنف واحد. عندنا الصنف الثاني هيبقى فيوزيلي، مكرونه فيوزيلي، هيبقى بصوص الاربياتا. صوص الاربياتا اللي هو ايطالي بس قريب لينا في الشرق يعني. ده عباره عن صوص طماطم بالجارليك وبيبقى سبايسي شويه. ده صوص الاربياتا مع سنه هربس مع زعتر روزماري على حسب يعني. وعندنا صوص التشيكن كريم بالمشروم. ده ثالث صوص عندنا، هيبقى فريش كريم، هيبقى بصل، هيبقى زبده، هيبقى ملح، فلفل ابيض. حلو، صوص كريم وايت يعني. وهيبقى معاه الفراخ.
وايت صوص. وايت صوص حلو ده. هيبقى عندنا ثلاث اصناف باستا ان شاء الله، وهيبقى عندنا ثلاث اصناف سلط، هيبقى عندنا سلطه الكولسلو، وهيبقى عندنا سلطه الحمص العاديه بتاعتنا الوايت، وهيبقى عندنا سلطه الحمص بالبنجر. تمام، ده ان شاء الله حمص بالبنجر حلو ده، قيمته الغذائيه عاليه جدا كده. حديد بقى، احنا كده زودنا بقى في الحديد. حلو قوي. بالظبط بالظبط، حلو الحمص بالبنجر. بالنسبه للناس اللي عندها انيميا، الناس اللي عندها نقص في الحديد، الحاجات دي زي الفل. نبدا بقى، نبدا ان شاء الله. شوف بقى الاول هتعمل ايه كده النهارده. هنبدا على فكره، شفتوا بقى هو النهارده عامل لنا هو ناحت على البطيخ محمد صلاح. محمد صلاح وناحت بقى النهارده جيب لنا هديه، وفي مفاجأة مصر 60 دقيقة، وفي مفاجأة مش عايزين نعملها، فعمل لنا في مفاجأة تاني. في مفاجأة تالتة لسه هتدخل علينا دلوقتي. أهم حاجة دلوقتي طبعا يعني ده فخر العرب، بس ده يعني إيه أهم حاجة؟ مصر 60 دقيقة. طبعا طبعا طبعا. المفاجأة التالتة أنا مش عارفاها على فكرة، هي نحت برضو بس نحت. حاجة بس حاجة مش تاني عايزين نحرقها. ماشي خلاص معاك. ماشي يا دكتور. وأنت بتعمل بقى كده احكي لنا بقى. تمام، هنقطع الفراخ بتاعتنا كيوب عادي. قول لي بقى، في الفترة الأخيرة كده كان في بدائل أطعمة تصدرت جوجل. تمام. كان في ناس كتير في جوجل يعني بيعملوا سيرش على بدائل الأطعمة. يعني إيه؟ يعني مثلا بديل السمك، بديل الفراخ، بديل اللحمة. فعلا هو في بدائل زي ما قلت لحضرتك، البدائل يعني دلوقتي الناس الفيجيتيريان كلها البرجر الفيجيتيريان او نسبه اللحوم فيه بتبقى قليله، ناس بنضيف صويا صوص وبنضيف برغل وبنضيف اللحوم، وبتبقى نسبه اللحوم قليله جدا. ده بالنسبه للناس اللي، وفي برجر بيبقى معمول من الفيجيتيريان كله فيجيتيريان، يعني ده كده بديل لحمه قصدي. بديل لحمه، هو بيدينا نفس القيمه الغذائيه لكن بروتين حيواني، بروتين نباتي بديل البروتين الحيواني. وحابب برضو يعني، طب فيها نفس القيمه الغذائيه، نفس القيمه الغذائيه بس بتبقى اقل، لان الجسم بيحتاج قيمه غذائيه من البروتين الحيواني ضروري محتاجها والبروتين النباتي. فما نقدرش نعيش على حاجه معينه، لكن نقدر نسبه وتناسب ما بين الاثنين. تمام، نقدر نتخطى نفس فكره الحمص يعني، لما نتعب نفس شويه من اللحمه وحاجات كتيره جدا. ونرجع احنا نقدر نعمل نفس الكلام ده، احنا نقدر نعمل ابديت لحاجات كتيره عندنا في الثلاجات. نقدر بقى لسه هقول لك انا بقى، عايزين حاجات وجبات اقتصاديه، في كتير حاجات اقتصاديه كده عشان الغلاء اللي احنا فيه دلوقتي. بالظبط، الحاجه دلوقتي غلت جدا، البيض دلوقتي بقى يعني من 120 ل 130 وطالع، الاسماك دلوقتي بقت اسعارها غاليه جدا. تمام. اللحمه بقت من 260 ل 300 زي ما قلنا. تمام. الفراخ من 80 ل 85 فالكيلو، الكيلو فالحاجات دي بقت يعني شويه صعبه، بقت فعلا مش في متناول الجميع فعلا. فلو تقول لنا النهارده كده على وصفات او حاجات اقتصاديه كتير يبقى كتير النهارده ان شاء الله معانا. لا عندنا الباستات بقى، انواع الباستات. الباستا في باستا ممكن نعملها، انت ممكن تشتغل بقى بديل التونه. تمام، ممكن بالنسبه لل، شوف لو في حاجه انا اقولها لك. لا تمام. بالنسبه للباستا عندنا ممكن نعملها بالخضار، ممكن نعملها بزيت الزيتون زي ما قلنا، ممكن نعملها بحاجات كتيرة جدا، مش شرط اللحوم يعني، مش شرط ولا أسماك ولا لحوم ولا، بس برضو يبقى فيها نفس القيمة الغذائية بتاعتها. هيبقى فيها يعني هنضيف ليها الخضار، هنعوض القيمة الغذائية في البروتين النباتي. تمام، ده اللي نقدر نعمله بديل للحوم والأسماك. كنا سمعنا كده من فترة على موضوع أرجل الفراخ. تمام، وتصدرت الترند كده فترة ما نجيبش فراخ ونجيب أرجل فراخ ونعمل بيها وفيها قيم غذائية كبيرة، ده فعلا
انا ما عملتهاش يعني. بس بص انا اقول لحضرتك على حاجه، مش اي حاجه تبقى ترند او الناس تتكلم عنها ان هي تنفعنا. ده مش هنا بس، ده كمان ده بره يعني. مش هو بره اوريدي في اسيا وشرق اسيا اوريدي عندهم الموضوع ده منتشر جدا. لان في حاجه اسمها تشيكن دراجون. التشيكن دراجون فراخ غير اللي موجود عندنا خالص. بيبقى رجل الفرخه نفسه بيبقى تخين جدا. بتتغذى على مواد معينه، دي غاليه جدا يعني ارقام مبالغ فيها في ثمن الكيلو. بس هو ده يعني هم عشان بيحبوا ياكلوا الحاجات دي او الحاجات دي منتشر عندهم جامد. لكن احنا بطبيعتنا كمصريين وكشرقيين يعني الموضوع مش متعودين عليه، مش عشان هو يبقى ترند يبقى هنمشي عليه. لا طبعا مش متعودين عليه. في بدائل يعني قيمه غذائيه اكتر من بقول الفراخ. وشكل الطبق والبرزنتيشن اللي العين بتاكل. في بقى حاجات ليك بتاكل قبل شغلك. العين بتاكل قبل البطن. الشاشة انا شايفه كده. دي صوره ايه؟ كانت نحتاية للكابتن محمد ابو تريكه. ايجيبت اير ده المطار. ايجيبت اير دي كنت في السعوديه، كنت في فندق في السعوديه وكنت بعمل لهم لوجو. كان في حفله لشركه مصر للطيران. كنت انا المسؤول عن الحفله بتاعتهم، فعملت لهم اللوجو. عملت لهم اللوجو اللي قدام حضرتك ده. تمام. نرجع تاني بقى، ممكن برضو تحكي كده على وجبات اقتصاديه وانت بتطبخ كده وانت بتعمل حاجه. ممكن نتكلم بقى على وجبات. تمام. نعمل ايه وايه وايه؟ احنا نقدر نعمل حاجات كتيره قوي زي ما قلت لحضرتك. عندنا بدائل، مثلا بدل ما نعمل كفته الرز باللحمه ونقول لازم نعملها باللحمه، لا احنا نقدر نحط عليها صويا صوص، ممكن صويا قصدي فول صويا. نقدر في بدائل للصويا بتبقى زي عجينه للصويا. ما تقلقيش الموضوع. بتبقى عجينه للصويا. تمام. نقدر نعمل بيها كفته الرز. نقدر البرغل ده مفيد؟ طبعا البرغل. طبعا البرغل كله نشويات وفي حديد. في ناس تحط على الكفته برغل. على الكفته بالظبط. بالظبط. هو بدائل. ممكن نحط عليه حمص كمان. ممكن نحط عليه حمص، ايه المشكله؟ ممكن نعمل الطعميه بالحمص. ايوه يعني الشام حالة. في الشام كلهم. في الشام كنت لسه اقول لك الشام والسوريين بيعملوا. وجميله جدا. ففي حاجات، في حاجات نقبلها او الشعب الـ العربي يقبلها والشعب المصري يقبلها، وفي حاجات ما بتبقاش مقبوله. هو يعني معروف ان الحمص مش بيستوي بسرعه، فايه الحاجات اللي ممكن تخليه يستوي بسرعه؟ بالظبط. اول حاجه هنجيب الحمص، هنحطه هننقعه في ميه 12 ساعه، واحنا بننقعه في الميه هنحط معاه بيكنج باودر او هنحط معاه بيكربوناته. تمام. هنحط معاه بيكنج باودر او هنحط معاه بيكربوناته. عندنا هنسيبه 12 ساعه، وبعد كده هنحطه في هنسلقه بالميه، وهنحط هنغير ميته خالص وهنسلقه بالميه ونحط معاه معلقه بيكنج باودر. تمام. ده بيفتح اللون. وفي يعني نفس نقعه مثلا بالليل للصبح معاه مثلا بيكنج باودر معلقه صغيره وبعد كده نغليه ولا خلاص؟ لا هنغسله من الميه دي بعد ما يقعد 12 ساعه، وهنغير ميته ونحط ميه سخنه. تمام. وهنحطه هنحطه على النار لما يستوي. هو وهنحط معاه بيكربونات تاني. هنحط ليه عشان يفتح لونه، وفي نفس الوقت القشره، احنا عايزين القشره الخارجيه تدوب. تمام. فده هيساعد ان الحبايه حجمها يزيد وتستوي بسرعه. تمام. ده بالنسبه للحمص للسليق. عايزين بقى نبيض لون الحمص. تمام. واحنا بنضربه في الخلاط هنحط له تلج، مكعبات تلج معاه، وعصير ليمون. هو مين اللي عمال يرن عليك وعارف انك على الهوا ده؟ اقفل التليفون بقى. عايز اقول له قول له يتصل بينا على الهوا. عايز ده بالنسبه للحمص اللي هو يخليه يستوي بسرعه. اخر حاجه بنحطها للحمص الطحينه بعد ما نكون حطينا عصير الليمون مع التلج. عصير الليمون مع التلج الاحمر بتخلي لون الحمص فاتح. هنشوفه. كان بيقولوا السكر لما نضيف سكر ممكن يخلي الحاجه تستوي بسرعه. انا كنت بسمع كده يعني، معرفش المعلومه دي صح ولا لا. لا لا مش كده. هو في ستاندر بقى. في ستاندر احنا شغالين عليه. هو معروف دايما البيكربونات كلها بتخلي الحاجه تتصور الحاجه بتخلي بالزبط الحاجه بالزبط تنجز يعني، بتخلي لونها كمان يبقى فاتح. تمام. هناخد بقى نسيبك تعمل اكل شويه. تمام. 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 وتبهرنا بقى وعايزين نشم روايح كده بقى، الروايح تطلع في المدينه كلها. جميل ان شاء الله. خلاص هنطلع فاصل ونرجع تاني.
فاصل وهنرجع تاني معانا الفنان الصاعد جورج غبور، وهنتكلم معاه عن احدث اعماله في رمضان 2023، وكمان هنتكلم معاه عن اجواء عيد الحب. فاصل وهنرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية. معاكم النهاردة فنان صاعد، طلع بسرعة الصاروخ من أبرز مسلسلات خفة يد مع أيتن عامر، أفراح إبليس الجزء الثاني، اختفاء مع نيلي كريم، أهو ده اللي صار مع روبي، ربع رومي، طلقة حظ، فكرة بمليون جنيه، ضربة معلم، أبو العروسة، وغيرها كتير من المسلسلات. أما عن أفلامه، فيلم ماما حامل، وفيلم لا مؤاخذه، وصنع في مصر، نوم الثلاث، ديدو، وغيرها من الافلام. كل ده ما شاء الله ولسه في بداياته. معنا النهارده الفنان الصاعد جورج غبور. والله العظيم وحشني. يعني انا مش عارف اعمل ايه. الله، هابي فالنتاين داي. بصوا الحاجات الحلوه بقى دي، المفاجاه بقى الثالثه اللي الشيف كان قايل عليها. ماشي يا شيف. يعني انت يعني انت مداريها عني يا شيف، خليها هنا. انا عايزها هنا بصراحه. انت مداريها عني ومديها للاستاذ جورج. لحظه. ايوه الله، ليها عدله. ايوه ادي الكلام الحلو ده، ادي العيش لغايه. ازيك يا استاذ؟ انا اخش ده فاضيه برضو. كل سنه حضرتك طيب. وانت طيب؟ عامل ايه؟ كل سنه حضرتك طيب بمناسبه عيد الحب، وكل سنه وانت طيب. العصفوره قالت لي النهارده عيد ميلادك. انا مستني التورته. كل سنه وانت طيب. هي تورته؟ ما عملتش ليه تورته يا شيف النهارده؟ على لو حد قال لي النهارده عيد بصوره الاستاذ جورج بقى، ما ينفعش. بعد الحلقه ان شاء الله. انا موافق. احلى تورته. انا موافق. خلاص. كل سنه وحضرتك طيب، وسنه جايه تكون محقق كل احلامك يا رب. يا رب باذن الله. يا ربنا ان شاء الله. يعني انت عامله ايه؟ الحمد لله. لابس احمر النهارده عشان عيد الحب بقى. عيد الحب. طيب استاذ جورج بقى جاي لنا وكده. اخبار حضرتك ايه؟ انا كويس. بمناسبه عيد الحب، قول لي بقى احتفلت بيه ازاي؟ عملت ايه السنه دي؟ انا عندي كلبه صغيره كده اسمها لولي هاسكي، احتفلت معاها. يعني مش فاهمه بالظبط. يعني اتمشينا مع بعض كده و... لا 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 لا، احكي. يعني انت مش مرتبط خالص دلوقتي؟ لا خالص، معايا كلبتي كده هاسكي كده جميله بتمشى بيها. لا مش مصدق ده. طب الواتس بقى، معلش يعني احنا متابعينك كده بقى لنا كام يوم، كان في حرف ان كده على الواتساب. شفت؟ على الواتساب. ايه بقى؟ عايزين نعرف السر ده. يعني في يعني ارتباط قريب كده ان شاء الله. ده حصر بقى، ده حصر لينا احنا هنا. ارتباط كده كويس مع حد جميل يعني. مواصفاتها ايه طيب؟ جميله جدا بجد. جدا. طيب خلاص، يعني السنه يعني الجايه تكونوا معانا انتوا الاثنين. طيب. ان شاء الله. روح حلوه كده ولذيذه كده وطيبه ومش نكديه، عارف انت ده اهم حاجه. بس يا رب يا رب تكون دايما. بس لا، ما في اختبارات بقى، انت عارفه. في اختبارات بقى لكم كتير بتختبرها يعني. بجد. ما انت بص، عشان انا عايز عشان الجواز ده، عارفه، او اللاف، لازم يبقى ايه الاثنين بيبسطوا مع بعض يعني. تمام. في انبساط، الحياه مش ما تبقاش يعني ايه فيها نكد والحاجات اللي احنا بنشوفها دي. مستاهله والله يا استاذ. انا بحب اتبسط. مش مستاهله خالص. مش داخلك ببطيخه يعني. ما شاء الله. يعني عامل ايه تاني؟ بطيخه وفي عيد ميلادك. كل سنه طيبين. انت طيب يا رب. بالنسبه لك بقى كده، الحب بالنسبه لك ايه افضل؟ الحب بالنسبه لك الاحترام احسن ولا الحب افضل؟ ما بص، الحب ده بيجي عن الاحترام. صح. يعني لازم نحترم بعض فيجي حب. مفيش احترام مفيش حب. ما هي الموضوع اصلا هو بيعمل حاجه حلوه كده. لا استنى بس، استنى بس، خليك ركز معايا. هنقوم ناكل دلوقتي ونعمل. انا مركز في الموضوع بتاعه ده يعني. في ريحه كده، عارفه؟ لا لسه ضربت في. لا في كده حاجه حلوه. النهارده عامل لنا باستا بقى وحاجات. بس احنا بنقول بقى علشان بس نتفق على حاجه. نتفق بقى. ما في حد يمد ايده على الاكل غير انا. احنا قاعدين في الاستوديو، احنا قافلين الباب. قافلين الباب النهارده. نكون متفقين كده يا جماعه، سامعيني؟ ايوه. ما هي شكرا. طيب انت بتعبر عن حبك ازاي؟ يعني احنا لسه اهو في عيد الحب، عبرت عن حبك ازاي؟ مشاعر يعني. الحب مشاعر. مع اني ساعات كده عارفه
بحس الحب ده افيونه كده غريبه شويه، بعدين احس هو حقيقي، بس لا هو حقيقي يعني المشاعر دي. ما تفكرش بقى يعني نشكر نشكر حرف الان وصاحب الحرف. والله اقسم بالله هي اللي خلتك يعني نفسي بقى في ان وام بقى ان وام ابنك ان شاء الله. برافو عليك. صح صح كده. طيب احكي لنا بقى عن احنا داخلين على رمضان، في حاجه بقى انت هنشوفك يعني في رمضان قريب ان شاء الله؟ انا عامل مسلسل جديد كده مع استاذه مجد زكي واستاذ بيوم فؤاد وثروت، هينزل في رمضان اخراج استاذ تامر المهدي. مجد زكي بقى لها شويه ما مثلتش يعني. لا هي لا جميل لسه خلاص مسلسل، بس يعني هي دايما بتختار حاجات تناسبها وتناسب تاريخها يعني. انت بدات امتى؟ انا بدات بص بدات وانا بدايتك امتى يعني؟ كان اول اعلان جالي بالصدفه، كنت انا باكل شاورما بمناسبه الاكل يعني، فكنت مبسوط قوي انا باكل الشاورما مصري وفرحان قوي، لقيت مخرج جاي لي كده بيقول لي استاذ ممكن تيجي تعمل معانا اعلان؟ فانا بصيت له كده، انا اصلا كنت رايح اصلا الايجنس دي عايز اعمل اي حاجه معاه، قلت له والله مش فاضي. قال لي تتقل شويه ترسم شويه. قال لي بس طب تعالى اروح. قابلت مين بقى؟ ماريا بابوف. عملت اول اعلان في حياتي وكان معايا بطيخه. انا فاكر برضو يمكن البطيخه دي هي اللي فكرتك بالموضوع ده ولا جدا يعني عارف اللي هو دي يعني. طب انا بحب بدايه حياتك ببطيخه وانت هنا معانا ببطيخه، يبقى دي برضو فتره كويسه جدا. او بدايه تحول يعني فتره ثانيه التحول لحاجه اكبر باذن الله. خلاص الاعلان عملت عليه كتير قوي، وبعدين عملت ربنا كرمني برضو الزيبه مع استاذ كريم عبد العزيز، طبعا كان من حاجات الحمد لله ربنا كرمني. انا شفت انا بصراحه ما اعرفش ده كله، انا دلوقتي وانا بشوف الاعداد لقيت ما شاء الله حاجاتك كتير كتير. بص اصل انا يعني فتره بص كويسه فتره قليله كويس. قابلت استاذ كريم وقابلت الاستاذ هادي علي واستاذ وائل عبد الله، عملنا بروفا وبسطنا جدا في بروفا. استاذ كريم بقى هو ماشي قال لي ايه؟ ربنا يجعلك وش السعد علينا. انا الكلمه دي بقى بص يعني بقى انا اللي هبقى وش السعد عليكم ده انت يعني. المسلسل نجح بس هو جميل ما شاء الله عليه استاذ كريم. وعملنا حوالي 24 حلقه مع بعض كده وبسطت جدا. بعدين بقى جت اعمال كتيره بعديها. بس من الاعمال اللي هي عارفه اللي هو ايه؟ قبل بقى ما نعرف الاعمال اللي هي سابت معاك بصمه في مداخله وارجع لك تاني. ماشي. استاذه نبيله من الشرقيه. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه نبيله؟ ازيك يا دكتوره؟ عامله ايه اخبارك؟ كل سنه وانتم طيبين. يا رب وانت طيبه حبيبتي. كل سنه وانت منوره الشاشه حبيبتي حبيبتي. ومن محاسن الصدف ان العيد عيدين، عيد الحب وعيد ذكرى الاسراء والمعراج بكره ان شاء الله. كل عام والامه الاسلاميه كلها بخير. يا رب طيبه يا رب يذكرك بالخير دايما يا رب. فعايزه اقول لحبيبي كل عام وانت امام المرسلين، كل عام وانت حبيب رب العالمين. كل عام وانت حبيبي وسيدي وشفيعي. بكره ان شاء الله يا دكتوره ذكرى الاسراء والمعراج، رحله تسريه رحله جبر الخاطر من ربنا سبحانه وتعالى لحبيبه وصفيه علشان يكرمه في السماء بعد ما هنوه اهل الارض. يبقى عايزين نحكي لاولادنا قصه الاسراء والمعراج علشان نعلم اولادنا ان الله لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. كل سنه وانتم طيبين. هقول عرج الرسول بقدره الرحمن فسما على الافاق والاكوان، لا برق اسرع من براق محمد، لا شيء يعجز منزل القران. كل سنه وانت طيبه واجمل مداخله وتحياتي ليكي. وعايزاكي تشرفيني دايما 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 استاذه نبيله. انا حبيبتك دايما معاكي ان شاء الله ويسعدني. يشرفني طبعا يشرفني حبيبتي. كل عام وانتم بخير يا رب وانت طيبه وبخير وكل اسرتك بخير وبسعاده يا رب. نرجع بقى لاعمالك، اكتر عمل انت اثر فيك واكتر موقف كوميدي انت تعرضت له في خلال الفتره اللي فاتت دي كلها. كان في الزيبه برضو، كان دي من افضل الحاجات اللي بحبها جدا يعني. طبعا كان في موقف كده، انا راكب انا وكريم الموسيقى يعني، ففي مطلع كده فالمطلع كده وانا وراه يعني بصي هنيجي لورا كده ها. فكريم حس بقى قال لي انزل جوه يعني حس بخطر. انزل جوه. قلت له ماشي انا ترجمت انا مطلع واحنا لورا يعني. فده موقف كوميدي جدا اللي اثرت فيا، ان احنا لازم نبقى حريصين جدا لاي حاجه طارئه. وحريصين جدا في سرعه بديهه طبعا وسرعه تصرف لاي حاجه. ودي شطاره الممثل، انت قدام كاميرا ومش حمل بقى كل شويه نعيد نعيد نعيد. دي من شطاره الممثل برضه. من الحاجات الجميله جدا كنت مع ثروت بنعمل حاجه كده مع صديقي ثروت، بحبك جدا ثروت يعني. فالراجل بيركب لي بقى المايك وبتاع، فيقول له ايه ده انت بتتحرش بيا انت
فانت في قلب اللوكيه بيهزر. حلو الحاجات دي بتفك على فكره التنشن اللي بيبقى الواحد فيه قبل التصوير. بص بتفك والدنيا بتبقى ظريفه والناس مبسوطه. يعني مثلا كان في خفه يد ما كنت انا وايتن فطلعت شعرنا احنا اتجوزنا والكلام ده يعني. على فكره كنت بشوف الحاجات دي السوشيال ميديا بقى نازله وصور كنت الاثنين لابسه فستان. بس الموضوع مش حقيقي يعني. بس مش مشكله هي حاجه كويسه. بس اتبسطت يعني عارف اللي هو حضرتك بقى طالع كده بسرعه الصاروخ طبعا. اكيد في ناس بتغير منك وناس حقوده كتير. بتتعامل ازاي مع الشخصيات اللي زي كده؟ ما انا بتعامل بقلب كويس كده طيب يعني. اللي عايز يشوفني عايز ينجح يعمل اللي انا عملته. تمام. يعني الموضوع بسيط جدا يعني. يعني ما تبصش للناس دي وراك وتمشي. لا لا ما بركزش. تبقى محدد هدفك وماشي. لا التفاصيل دي ما بركزش فيها خالص. دايما بركز اللي انا عايز انجح. انا عايز. في حد قابلك قبل كده بان عليه ان هو غيران منك او حاقد عليك او حاجه زي كده؟ او برضو ولا مش مركز؟ لا ما دام بتفكر يبقى فيه. لا ما صادفنيش ده خالص. بالعكس انا كل اصدقائي وكل اللي حواليا بيحبوني جدا. عايزيني انجح عايزيني اكون احسن. كل اصدقائي بنحاول نكبر نحاول يبقى احسن. يعني الحياه بتبقى معايا اظرف من كده بكتير لان انا دايما انا يعني انا في طبيعتي انا بحب اكون انسان يعني. فالانسان ما بيعملش غير التفاصيل الكويسه يعني. فانا دايما مع التفاصيل الكويسه يعني. بحب اتبسط بقى بحب شغلي جدا بحب كل اصحابي بحب كل جيراني وكل عارفه انت الناس دي عارفه الشخصيات انا كده يعني اقول لك على حاجه سهله يعني حاجه كده اليوم بيوم الحاجه ما دام الحاجه ماشيه كده كويسه انا همشي معاها. مش كنت بعمل اعلان كده مع استاذ مروان حامد ف استاذ هشام سليمان طبعا كان معانا ففي في كده عايز تعمل وانا داخل استاذ مروان مكشر قلت اقسم بالله لا خليكم كلكم تضحكوا. اول ما دخلت هفك التنشنه دي صريخ ضحك. انا خلص على طول. عملت ايه عملنا افيهات كده بتاع وعملنا كام حاجه وكان في فواتير كده عليا وكذا فضحك. قال لي انا ما بضحكش كتير يعني. قلت له انت احنا مع بعض الناس بنضحك يعني. انت مع شريف غبور. يعني عارف اللي هو يعني انت هتتبسط وهتضحك يعني. فدي اللي فرقت معايا. او قال لي يا جورج انت كوميديان من الدرجه الاولى عمر ما انساه طبعا يعني. فالحمد لله يعني دايما بصي بحب السعادة الناس بحب الناس تبقى مبسوطه. طيب. جورج غبور بقى ليه تشابه اسماء مع شركات غبور الكبيره ولا ايه؟ يعني اسمع منك ربنا. ايوه يا رب يعني لا يا ربنا يسترك اقسم بالله فرحتيني اقسم بالله. انا فرحان جدا. طيب السؤال ده عمره ما تسالني. الحمد لله الحمد لله. انا ما اعرفهمش. انا قرايبي كلهم غبور بس احنا عايشين او يعني معظم عيلتي انا في امريكا. يعني لكن كلهم مش تبع غبور. لا ما في اتنين غبور في مصر يعني. في ناس هجرت من زمان خالص اللي هم لما كانوا في بس اسمع ما فيش مشكله والله انا تبعهم. عم رؤوف غبور انا بحبك يعني انت عارف يعني. لو عم نجيب ساويرس بحبك ما عنديش مشاكل مع الناس خالص والله يعني. السنه دي بقى السوشيال ميديا وكل الازواج والزوجات بيحتفلوا بعيد الحب بطريقه مختلفه تماما عن كل سنه. نشوف التقارير دي يلا بينا وانت تعلق عليها. ربنا يستر. لا هنشوفها دلوقتي مع بعض. نشوف الصور. فين كنترول الصور؟ بتجهز. تمام لسه بتجهز يعني. طيب على ما يجهزوها عايزين حاجه كده حصري لبرنامج مصر في 60 دقيقه. الاعمال بتاعتك غير اللي انت قلت عليها ولا هي دي بس؟ بص انا مكتفي. ينفع تقول الاسم؟ لا عادي. انا مكتفي بالمسلسل ده. اسمه ايه؟ معلش خليه هو هينزل ان شاء الله يعني هينول صدى الناس كلها. بس انا ما ينفعش في حاجه كده. مش ده لسه ده رمضان الشهر اللي جاي خلاص. ما هينزل في 23/3 ده خلاص. هينزل تشوفوا كده حلوه. ماشي. والحاجه الحلوه ان انا معاك النهارده. الله يخليك. والله مبسوط جدا يعني. والله انا كمان انا هتتبسط اكتر اقسم بالله. انا اصلا عيني هناك وعايز اقول لك انا عايز اروح. انا هسيبك دلوقتي. ما هنقوم دلوقتي ونعمل معاك. يعني عارف هو ايه عايز اروح بقى. لا هنقوم دلوقتي يعني. محتاج تعمل ايه؟ الصور جهزت ولا لسه؟ انا منتظرك. يلا بقى تيجي نقوم نشوف بيعمل ايه. انا عايز اقول لك على حاجه. وصلت لحد فين دلوقتي يا شيخ محمد؟ خلاص هفنش. انا عايز اقول لك بقى على معلومه. انا ما اكلتش حاجه من امبارح. حلو. ما ايه عشان عارف انت معانا عشان انت جاي. ما اكلتش حاجه من امبارح. الله عليك. وانا عشان كده. ايوه عشان النهارده عيد ميلادك. بس دلعني. لا ما تقلقش. بس النهارده بقى يعني احنا النهارده كنا بنتكلم على الغلا وكده. ف
فمش جايبين حاجه لحوم، بنعوض اللحمه بالحمص. على اساس الحمص فيه بروتين عالي. نعم في غلا؟ لا يا فندم خالص مفيش. لا لا مفيش غلا. لا لا مفيش حاجه شوف ولا بص كده كده معانا صور فيه هديه عيد الحب اهي. ما شاء الله واحد جاب لها كرتونه بيض. الله ايه رايك؟ اقسم بالله انت جميل، انت فاهم، انت بتفهم، انت جامد جدا. والهديه دي غاليه جدا. طبعا حلو قوي شفتها دي. غيره دي دي اتبعتت لي دي، ده عباره عن بمبار وحاجه كده في واكل. لا حاطط بوكيه، عامل بوكيه ورد في اكل، وفي في طعميه دي ولا ايه؟ كان في ده بمبار، ده بمبار باين وحاجه كده وكفته باين وحاجه كده. بيفهم برضو على فكره. الحاجات دي بقت مكلفه جدا جدا يعني. دلوقتي عامل واحد برضو بعت لمراته كرتونه بيض وعلبه حلاوه. انا عايز افهم يعني هتاكل وتحلي البيض عشان دلوقتي وصل الاسعار جميله زي ما انت قلت كده، مفيش غلا في الاسعار. في دلوقتي باقه ثوم على الاقل، عامل الوان برضو يعني، الراجل شيك عامل كده. انت متعلق، احنا مصريين كده بنعمل حاجات حلوة. جميله عامل حاجات حمراء. لا وما شاء الله وباقه طعميه الله عليك. عامل سخنه كده بصي. بس كانوا بيقولوا بقى لا كده هيجيب لها مرض كده، زيوت وحاجات كده. لا لا بس شويه بتنجان بقى يبقى يظبط الكلام. رأيك؟ الكلام الجميل ده. طعميه سندوتش طعميه بتنجان. وشبه بطاطس بوري كده. لكن دي بيت في كرتونه الشوكولاته. جميل ده. بس كنت جبت شوكولاته يا ابني وخلاص يعني. لا هي نفس لا والله بس يعني البيت دلوقتي بقى غالي قوي. ده ايه بقى؟ ايه ده؟ مش واضح، مش واضح لي ده ايه. المهم حاجه حلوه فرخة. يعني لا لا دي فرخه برضو. الله إيه الله عليك، اقسم بالله انت عالمي. بفاهم. انا حبيتك حبيتك. يا سلام بقى لو جنبها كده طبق بانيه يبقى كده ايه ظبط. الله الله. وده بوكيه برضو فرخه صاحيه. لا ده جامد جدا. ده ديك ديك مش يحشي ده الحشو على طول. لا السنه دي كان عشان طريقه عيد الحب. عشان عيد الحب وغلاء الاسعار وكده، فكله بقى عاملين الموضوع ده. بصي احنا بطبيعه المصريين عارفه نرمين هم ايه، بيحب يخترعوا كده ويحبوا. احنا شعب كوميدي اصلا بطبيعتنا. احنا شعب كوميدي بيحب يستقبل كل حاجه كده بطريقه خفيفه. بقول لك حاجه في الشعب، مفيش حد يعرفها كتير. الشاب ده عايز يضحك، عايز يتبسط، ما بيحبش يشيل هم كتير. ما بيحبش يشيل هم. لا يعني دايما البساط. انت بقى كجورج كوميدي ولا رومانسي؟ لا بصي سؤال صعب قوي. سؤال صعب صح؟ ولا على حسب اسهله لك طب شويه؟ ولا على حسب الوقت؟ على حسب الموقف مثلا؟ قولي بص بس هرد عليكي باجابه نموذجيه. نموذجيه عارفه اكني في امتحان. لا بحب السعاده يعني. يعني انا بشوف فين يسعدني واروح اجري عليه. جميل والله لو كل واحد يعمل كده هتلاقي كل واحد اللي بيبسطني يعني مش هقول مشاكله كلها يعني، بس 70% من مشاكله هتتحل. والله ما عنديش مشاكل بس انا دايما بحب السعاده. عينيكي جت هناك حسيت في حاجه هناك حلوه قوي. عينيا جت هناك. عايز اشوف كده. انا قلت كده في حاجه اقسم بالله حسيت. السعاده مهمه. اتبسطوا يا جماعه، اتبسطوا عشان الاكل ده اصلا بيجلب السعاده. بص دايما بقول للناس اتبسطوا وخليكم سعداء يعني. معانا بقى مداخله الاستاذ اكرم الاوكراني الصحفي اللي هيكلمنا النهارده عن تطور الاغاني من شريط كاسيت لسي دي لاغاني على السوشيال ميديا ومن يوتيوب لتيك توك لفيسبوك لكل مواقع التواصل الاجتماعي. الو صباح الخير. صباح الخير، ازيك يا استاذ اكرم؟ ازيك يا دكتوره نرمين؟ ياللي مشرفني دايما. اخبارك ايه؟ تمام. ازاي حضرتك؟ صباح الفل عليكي وعلى الاستاذ جورج. ومبدئيا هابي فالنتاين في الاول كده ومنورين الدنيا. اهلا بيك. الله يكرمك يا استاذ جورج، منور والله. ربنا يخليك. اتفضل اقف معاك. والله انا وقع تحت ايدي دراسه بحثيه كده من يومين بالظبط، الباحث امريكي عن بيتكلم فيها الحقيقه عن احمد علويه. وبيربط ان هو ازاي كان السبب في الطفره اللي حصلت في سوق الكاسيت في الثمانينات، ان هو الالبوم بتاعه كان بيحقق 40,000 نسخه، 40,000 مبيعات في الوقت ده. طبعا كان رقم كبير جدا طبعا، وادى لانتشار يعني المعجزه الكونيه، الكنز الكبير اللي اسمه الكاسيت ده. شريط الكاسيت ده بتاع زمان كان ليه كذا فرع بصراحه. لا احنا كنا مستناه ينزل امتى ونروح نشتريه. بيلم الاسره كده بشكل عجيب جدا. ان انا بشتري الشريط احد يعني احد الفنانين الكبار لما كان بينزل له كل الشرايط، ادي لابن عمي وادي لابن خالي وادي لابن ابن خالي. دي لم شم الاسره بشكل غريب، ده غير المغتربين اللي بره اللي اولياء امورهم بره كانوا بيسجلوا عليه الرسائل اساسا، حته الشريط الصغير ده ويبعتوه
كوسيلة تواصل يعني غريبة جدا كانت في الوقت ده، ان هو بينقل له مشاعره عبر شريط الكاسيت ده. ده غير كده وكده ان معظم المحلات كانت بتغير نشاطها ان هي تبقى تبيع اللي هو جهاز التسجيل او الريكوردر الصغير اللي في حجم الكف ده، عشان تحقق مبيعات وتنجح وتربح في السوق على حس شريط الكاسيت. جهاز الريكوردر ده كان ب 100 جنيه او 200 جنيه في الوقت ده، طبعا كان مبلغ كبير جدا في التسعينات، وحقق ربحيه لمحلات كتيره. غير ان منتجين الكاسيت نفسهم اللي كانوا محلات قلبوا نشاطهم، لدرجه ان احد الجزارين المشهورين جدا قلب لشركه انتاج كاسيت وشركه انتاج فني عشان خاطر يركب الموجه في التسعينات ويحقق ارباح، وبقى منتج كاسيت شهير جدا في الوقت ده. الفنان نفسه تم ان هو ربح عن طريق المبيعات اللي حصلت عن طريق التيب الغريب دوت اللي هو شريط الكاسيت اللي في حجم الكف الصغير ده، وحقق مبيعات وحقق ارباح وبقى غني اساسا. بس دلوقتي برضه بيحققوا، دلوقتي برضه كل الفنانين بيحققوا برضه ارباح ممكن تكون اعلى بوسائل تانية والسوشيال ميديا برضه يعني. بالظبط، ما هو ده يعني التطور اللي احنا فيه ده برضه جميل. ده التطور اللي حصل يعني. بعد كده مرحلة السيديهات الأول والدي في دي، جهاز الدي في دي والسي دي، بس طبعا هو مرحلة كانت وسطى وسطية ومظلومة جدا، ما انتشرش الانتشار بتاع لا هو مش موضوع الكاسيت. مش موضوع ما انتشرش، هو كانت فئة معينة بس هي اللي كان بيبقى معاها الدي في دي والسيديهات. بالظبط فعلا، مش كل الناس. اتنقل نقلة كبيرة جدا موضوع السوشيال ميديا، وانتشرت التيك توكر والبلوجر وكواي، برامج الفنية كله برامج السوشيال كلها كتيرة. يا فندم، برامج السوشيال كلها، الفنانين حتى الفنان الكبير دلوقتي بقى يقول لك انا اعمل اغنية سيمبل، يعني نازل اغنية سينجل بينزلوا دلوقتي أغنية. فعلا اغنية بالمناسبات، يعني في ناس مثلا ينزلوا لي اعياد معينة لعيد حب أغنية ويحقق ارباح جامدة جدا. انا ما بقاش بقى فكرة الالبوم وفكرة ان انا انزل الشريط والثمان اغاني والتوزيع الموسيقي الشامل، موضوع الشامل ما بقاش موجود الا كل فترات طبعا عشان قلة الانتاج وعشان حاجات اخرى خاصة بالسوق. أيوة. فبقى الفريق السوشيال ميديا بتاع الفنان بينزل له الاغنية سينجل او سيمبل على صفحته، على اليوتيوب، على الكواي، برنامج التيك توك، ايا كان، وبيحقق الارباح. فاحنا عملنا بالمقارنة بالفترة الاولانية بتاعت الشرايط. يا استاذ اكرم معلش، شكرا ليك ومداخلتك جميلة ومعلوماتك قيمة، بس يعني وقت الحلقة ضيق. شكرا ليك، شكرا ليك استاذ اكرم الكروني الصحفي الفنان. يا شيف، عملت انا مش مركزة في الكلام، قطر ما انا جعانة يعني، جعت من الريحة دي. الريحة واللي بقى عملت ايه؟ تعال نقوم نشوف الدنيا. انا عايز اقول لك، انا عايز اقوم من بدري. ما انا قلت لك قوم يعني لما جت المداخلة. يعني لا اتفضل يعني براحتك خالص. احكي لي كده الموضوع بتاعك ايه بقى؟ موضوع كبير قوي. جد. الله على الكلام. ايه الحلويات والحاجات الحلوه دي؟ تعالى نقف. كنا بقى شباب كده في خلاط وكمان كلام. ايه رايك؟ شفت مصر في 60 دقيقه. انا شايفه ما حلو قوي. هو اللي عاملها. تعالي تعالي تعالي، ده حلبتنا النهارده. يعني احنا هنبسط مع الراجل الطيب ده. واللي بقى عملت ايه؟ عملت ايه بالحمص؟ افتح لك دي، ما فتحش ليه؟ ايه دي خلي لا ميه. ان شاء الله. الله الله الله، لا عادي طلعها عادي، ايه المشكله؟ لا انا افتح، انا فاهم. يا شيف هتتعبني النهارده. خد يا شيف. ايه ده؟ دي فراخ دي؟ حبيب قلبي دي فراخ دي. وده مشروم. ده فراخ ومشروم وحاجات كبيره. احكي لي على التفاصيل الحلوه دي. ده في تفاصيل جامده جدا. فرحني. ده في تفاصيل جامده. لا انت ممكن بقى نتكلم على المكونات وانا عملت ايه بالظبط يا شيف. احنا خلصنا الكوليسترول. تمام في الفصل والكلام مع استاذ جورج. خلصت بالظبط. واحنا شغالين كوليسترول، اخد مايونيز، اخد كروم، اخد جزر، سكر، عصير برتقال. ده بالنسبه للكوليسترول. دلوقتي احنا بنعمل الصوص الفراخ، لان صوص الفراخ هو اللي هياخد وقت شويه. بس ريحه الاكل حلوه اكيد. تفتح نفسك اكيد، ولا انت رايك ان نرمي الشيف محمد نجم في الوسط؟ جميل صح. لا هو اصلا فنان قبل ما يكون شيف الصراحه. يعني هل انا دلوقتي يعني انا ما كنتش حاجه لو دخلت قصادك مسلسل في رمضان هكتسح؟ طب
انا عايزه اقول لكم ان انا زعلانه عشان الوقت خلص، ما اعرفش خلص ازاي بسرعه كده. لا خلصت كلامي مع الاستاذ جورج ولا الاكل خلص ولا اي حاجه، بس انت لازم تقعد. لا بس هناكل، لا هناكل، مالناش دعوه، احنا هنختم بس عشان الهوا وهناكل. شوكه بس، شوكه. بشكرك استاذ جورج غبور، واشوفك كده السنه الجايه في اعلى واعلى اعلى الافلام واعلى المسلسلات واعلى الاعمال. وبشكرك يا استاذ يا الشيف محمد نجم، وعايزك لا نكمل بقى، نكمل الاكل ونكمل حلقات تانية كتير ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، وكده نكون النهارده كده حلقتنا خلصت. نشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع اللي جاي، حلقه جديده وموضوع جديد. مع تحياتي نرمين عبد الرسول، باي باي.